الغانم. ربع ساعة الآن فات، 15 دقيقة من زمن الشوط الثاني من المباراة، وصفر منتخب الكويت، صفر منتخب الإمارات. كرة اللعب توصل لعبد الرحمن محمد، لخليل غانم، عبد الرحمن محمد، فهد خميس، عبد الرحمن محمد، خالد اسماعيل. برافو يا عدنان يا موقف قدام الجول، حلوة تنحط على طول، ياخذها على صدره، هدف الجول على طول، شباله هدف الجول، محرز هدف الإمارات. وشوف راح شوف راح شوف راح عبد الرحمن محمد، برافو ليه خالد اسماعيل، حلوة يا خالد يا راسك يا طيبة، ليه عدنان الطلياني بشماله يحرز هدف، هدف منتخب الإمارات الوطني عدنان الطلياني. وهذا العاش بالعاش بالعاش بالعاده، شوف العاش بالعاش محلاها، شوف العاش محلاها، شوف العاش محلاها، حلوه حلوه اولاد، حلوه اولاد، حلوه اولاد. الامارات واحد، الامارات واحد عن طريق عدنان الطلياني في الدقيقه 17 من زمن الشوط الثاني. الكويت لا شيء، الكويت لا شيء، الكويت لا شيء. بدل الجمهور حقيقي، بدل الجمهور يضج الان، كل قاعد صفق، كل قاعد فرحان، مو شيء. شوف الهدف، واحد الامارات لا شيء الكويت. كرة اللعب على طول لعدنان الطلياني مرة ثانية، ايضا ترجع لناصر. في فاول لمنتخب الامارات، في فاول لمنتخب الامارات الوطني. نهدى يا اولاد، 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 عشان نبدا نلعب صح. واحد الامارات لا شيء الكويت. ناصر سيطرح على ارض الملعب بسلام ان شاء الله، بسلام ان شاء الله. 20 دقيقة الان فات من زمن الشوط الثاني من المباراة، وباقي 25. واحد الامارات العربية لا شيء منتخب الكويت، ضمن تصفيات كأس العالم المجموعة الثالثة.